تعبناكم معانا يا ابني. ايه اللي حصل ده؟ في ايه؟ مريم انت كويسه؟ خير يا استاذ شريف ما تقلقش. هي بس اغمى عليها قدام الشركه ونقلناها لهنا. ايوه الدكتور قال لي يعني يا جماعه ما حد يطمني. يا ابني هي كويسه الحمد لله ما فيش اي حاجه. ان شاء الله خير. مساء الخير ما هتلحقنا. معلش استاذنكم يا جماعه نخرج لان العدد كتير قوي في الاوضه لحد ما ترتاح. ايوه فعلا. انا هستناك. يلا يلا يا ابني يلا هي هتبقى كويسه. يلا اتفضل اتفضل. اتفضل. طيب احنا هنمشي بقى يا عمي وهنبقى نيجي نطمن عليها ان شاء الله. لا ما تتعبش نفسك يا ابني وبعدين هي الحمد لله خارجه النهارده. ربنا يطمن عليها ان شاء الله. بعد اذنك يا استاذ شريف. عمي انا عايز استاذنك عايز ادخل اتكلم معاه. استاذن حضرتك بس انت عايز اتكلم مع مريم دي لوحدي. ماشي. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. وحشتيني. أنا آسف وعارف إن أنا السبب في كل اللي حصل. بس والله أنا حياتي بايظة من ساعة ما سبت البيت. أنت عارف إن أنا ما دخلتش البيت من ساعة ما سبتيه؟ مش عارف أقعد فيه وأنت مش موجودة. مريم أنا معترف بغلطي وندمان. مستعد أعمل أي حاجة بس عشان أرضيكي. يرضيني انت كنت عارفه كويس قوي وعملت عكسه. فجأة عايز تشكلني زي ما انت عايز من الأول. كل حاجة فيا بقت فجأة برضه مش عاجباك. لا وإيه؟ أنت اللي بتتضايق وتنزل تهدى مع ناس تانية. والله ما عايز أشكل فيك ولا حاجة. أنا حبيتك زي ما أنت وهفضل أحبك زي ما أنت. أنا بس كنت مضغوط في الشغل وشوية تراكمات حصلت ما بيننا. هو ده اللي خلاني أتصرف في التصرفات الغريبة دي. أنا ما كنتش أنا والله. أنا بس كل اللي طلبه منك اديني فرصة تانية. عارف يا شريف حسيت بإيه بعد القرف اللي أنا شفته؟ حسيت إن أنا كاره حياتي مش عايزة أبقى هنا. حسيت إن أنا عايشة مع راجل أنا معرفوش وإنه مش بيحبني ولا أنا أصلاً عاجباه. طب لو هما دول اللي عاجبينك ما اتجوزتش واحدة فيهم ليه؟ اتجوزتني أنا ليه؟ أديك أنت قلتيها أهو، يعني لو ده ستايلي كنت رحت اتجوزت أي واحدة منهم. وعشان اثبت لك ان انا اتغيرت انا حطيت حدود لكل علاقتي بزمايلي في الشغل. والله العظيم انا اتغيرت. بدات كمان ادور على شقه بره البيت عشان تبقى بس قاعده مرتاحه. مبسوط كمان ان انت رجعت تشتغل مع باباكي. شريف انت لو بتعمل كل ده عشان ما نتطلقش وما تخسرش انا مستعده اتنازل عن كل حاجه. اخسر ايه وتتنازل عن ايه؟ مريم انا بحبك. مش هعرف اعيش من غيرك. والله العظيم بحبك. مين هيعمل لك كشك؟ بطاطس محروق؟ اتخانق مع مين انا؟ انا مش لاقي حد اتخانق معاه. النبي سامحيني. اخر مرة والله. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.